حدثني حبان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه